اقرأ وخيّا ورتّل القرآن اصبح بصوتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليه، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا اعترفنا بذنوبنا فإنا نستحق العقوبة ولكن رحمتك هي أوسع لنا، اغفر لنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ كردستاننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله